دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى منطقة برج العرب في محافظة الأسكندرية. هنزور هناك مصنع سيفن سكاي للصناعات الغذائية. مؤسس هذا المصنع هو الشاب الرائع شريف غالي اللي نجح في الاستحواذ على 37% من صادرات مصر من صلصة الطماطم. هو بالفعل مصدر واعد. خليكم معنا. حضراتكم دلوقتي في مصنع سيفن سكاي للصناعات الغذائية واللي بيصدر 37% من صادرات مصر من صلصة الطماطم باسم كنزي لأسواق 36 دولة بإجمالي 14 مليون دولار. كمان بيستحوذ على 9% من حجم السوق المحلي من صلصة الطماطم بإجمالي 65 مليون جنيه. صرح عملاق في مدينة برج العرب بالأسكندرية، متخصص في إنتاج 9000 طن مركزات طماطم و25 20,000 طن صلصة الطماطم بجميع أوزانها وتركيزاتها وعبوتها، وكمان الكاتشب والمربى والصوصات. وخلي بال حضراتكم، المنافسة شرسة عالمياً في تصنيع وتصدير صلصة الطماطم. تركيا وإيران مكتسحين العالم في السعر والجودة، وبجد مصر بتعافر وصادراتنا منها وصلت ل 45 مليون دولار، وعندنا أكتر من ميزة نسبية، وهم كلمة السر في مصانع الطماطم، كثيفة العمالة واللي بتستهلك حجم ضخم من الطاقة، بخلاف أننا بنمتلك أكبر مشروعات الصوب الزراعية في العالم، وهي أفضل نموذج لزراعة الطماطم وتوفيرها للمصانع. اللي أسس مصانع سيفن سكاي للصناعات الغذائية هو المستثمر الشاب شريف غالي الحاصل على بكالوريوس إدارة الأعمال من جامعة يوفاك بالولايات المتحدة الأمريكية. هو درس 3 منتجات وكان بيقارن بينها بهدف التركيز في تصنيع واحد منها بغرض التصدير. الأول صلصة الطماطم ومركزاتها، والتاني المكرونة بأنواعها، والتالت العصير بنكهاته، وفازت الصلصة. شريف غالي هنقابله دلوقتي في مصنعه في مدينة برج العرب اللي اتطور تماماً، ومنتجاته بقت بتنافس بقوة في كل أسواق العالم وبيتعمل لها ألف حساب. وبالمناسبة هو نجل الكيمياء المخضرم علي غالي، ناظر مدرسة الدهانات في مصر ومؤسس مجموعة ميدو لدهانات الأخشاب والمعادن والسيارات، وبيصدر منتجاته ل 46 دولة. يعني من شابه أباه فما ظلم. حضرتك النهاردة دخلت صناعة الصلصة بعد دراسة مستفيضة، وكان معاها منافسة المكرونة وإيه تاني قلتلي؟ والعصاير. مظبوط. خلينا نبدأ من النقطة دي، إشمعنى صلصة الطماطم اللي جذبت شريف غالي وخلته أخلص لها وأتقنها بالشكل ده؟ أنا يعني طبعاً خريج مدرسة والدي الدكتور علي غالي طبعاً، وهو أسهم ناظر مدرسة الدهانات، وتحياتي لهذا العملاق الكيميائي الكبير جداً. علمني شوية حاجات، ومن ضمن الحاجات اللي علمها لي ان انا ادرس دراسة مستفيضة، والدراسة تاخد مني وقت لضمان نجاح المشروع. من ضمن الدراسه اللي انا يعني كنت بدرسها، وجبنا دراسات تسويقيه كتير للثلاث منتجات اللي حضرتك ذكرتهم اللي هي المكرونات والعصائر والصلصه، لقيت ان الصلصه فيها ميزه عن بقيه المنتجات، ان عنصر المكون المحلي في الصناعه دي بيقترب من 60-70%. فبالتالي ده كان القرار اللي خلاني ان انا اقرر ان انا استثمر في الطماطم. يعني كان عامل الحسم هو نسبة المكون المحلي في الصناعة؟ مظبوط. النهاردة حضرتك بتستحوذ على 37% من صادرات الصلصة من مصر، صح كده؟ مظبوط. والبورتفوليو بتاع حضرتك في الصلصة وفي المربات وفي الكاتشب بجميع أنواعها وأحجامها. مظبوط. التطوير اللي عندك في المصنع سريع جدا جدا، أنت ما بتفكرش في حاجة غير أنك تطور وتجيب مكان؟ يعني أكيد، أنا جاي زي ما قلت لك من أسرة صناعية، ما عنديش حلم أو ما عنديش طموح غير إن أنا أكبر الصناعة بتاعتي، واللي أنا شايف إن فيها فرص للنمو. أنا بطبعي شخص متفائل. يعني التكاليف إزاي اتغلبت على تكلفة المكن؟ هنا حابب أوجه الصراحة يعني شكر للبنك المركزي، الصراحة دعمنا الفترة اللي فاتت. إحنا كنا من ضمن الطلبات اللي كنا طلبناها من البنك المركزي في جولة التمويل اللي عملناها مع البنوك، ان يصرفوا لنا الدعم. فبالتالي احنا خدنا كل مبالغ الدعم اللي تم صرفها خلال الفتره اللي فاتت، وحطينا كمان عليها فلوس من جيبنا، وجبنا بيها المكان اللي حضرتك شايفه ده.
هل اعتمدت على الصناعة الوطنية في المعدات بتاعتك؟ مؤخراً ابتدينا نلاقي ان في يعني كيانات واعدة وبتقدم جودة كويسة، فبالتالي اشتغلنا مع بعض الكيانات على مشاريع صغيرة، والصراحة كانت النتائج رائعة يعني. فكبرت معاهم؟ كبرنا معاهم واستغنينا عن بعض المعدات اللي كانت بتيجي من دول أوروبا زي إيطاليا وأسبانيا، وإديناهم المواصفات وصنعوها صناعة محلية، وكانت الجودة الصراحة أكثر من ممتازة يعني. شريف غالي بالمناسبة مكتبه فريد من نوعه، غريب جداً. أولاً هو من عشاء النادي الأهلي، وده واضح جداً من صوره مع الكابتن محمود الخطيب ونجوم فريق كرة القدم بالنادي الأهلي، وكمان فانيلة النادي الأهلي اللي بيعتز بيها جداً. ده بخلاف أن المكتب عبارة عن متحف لأشهر شخصيات السينما العالمية اللي بتدعو للخير والأمل وبتدافع عن الحق. عالم فريد عايش معاه وفيه. وبالمناسبة شفنا منتج مميز جدا بيحضره للتصدير، وهو الهوت بابريكا والسويت بابريكا، وده فلفل من صنف البابريكا وبيراهن عليه في كل أسواق العالم. شريف غالي، النهاردة شئنا أم أبينا حضرتك بقيت مدرسة في صناعة الصلصة. كنزي براند عالمي النهاردة، أنت بتصدر لكم دولة؟ 36؟ 36 دولة. 36 دولة، يعني براند عالمي، عندك خبرات مهولة جدا وأكيد عليها العين. في العالم العربي كله النهاردة بيتحول لمناطق صناعية، هتعمل ايه عشان تواجه هذا الأمر؟ لو خرج برة خد 7-8 آلاف ريال ولا درهم، ده بنتكلم في أرقام حدش يتخيلك عامل. انت هنا مهما عملت هتديله كام؟ هتتغلب على الجزئية دي ازاي؟ حضرتك ذكرت حاجة مهمة احنا بنعاني منها كقطاع صناعات الغذائية من الهجرة فعلا نتيجة للظروف الاقتصادية والمتغيرة دي. الفترة اللي فاتت ابتدينا نعمل يعني شوية حاجات كده تخفف شوية من وطئة الآثار الناجمة طبعاً عن تحرير أسعار الصرف وسعر العملة والزيادات اللي موجودة، بأن احنا بنقدم شوية خدمات بأسعار مخفضة الشركة بتتحملها من أرباحها. العلاج دي من ضمن الحاجات العامل بيكون محتاجها وبيحتاج ان هو يأمن بيته وأسرته. احنا بندعم بشكل كامل أي حد بيحصل له أي مشكلة بنتكفله، وعملنا مشروع للدعم الصحي من خلال شركات خاصة، بنحاول ناخد بالنا من الناس على قد ما نقدر يعني. النهاردة بتتغير أشكال أصناف الطماطم اللي بنزرعها في الأرض المصرية. التوتا أبسلوتا لما هجمت على مصر، ودي حشرة مدمرة لزراعات الطماطم، بدأ مربي الأصناف يغيروا شكل الطماطم، بدل ما تبقى طرية تنفع لصناعتك بشكل سريع جدا، بدأ يخلوا القشرة سميكة، اللحم أكبر، يعني بدأ يحارب القشرة بشكل عضوي أو حيوي. ده يقلل من سرعتك، يقلل من إنتاجك، لأن الطماطم اللي جاية لك المفروض المكنة دي معمولة على مواصفات تتناسب مع الطماطم القديمة مش الأصناف الجديدة. هتتعامل إزاي مع المعضلة دي؟ دي حاجة غصب عننا كلنا، لازم نغير الأصناف. أول حاجة زي ما حضرتك ذكرت كده، إحنا لازم نشتغل على البحث والتطوير دايماً في المكون الأساسي وهو الطماطم. عندنا أصناف بالفعل موجودة، لكن محتاجين إن إحنا نطور عليها. زي ما حضرتك بتقول كده، إحنا عندنا متغيرات، الأصناف دي موجودة بقالها سنين عندنا، وإحنا عندنا متغيرات بتحصل. طبعاً المتغيرات دي بتفرض علينا بقى حلول زي ما بيقولوا كده برا الصندوق. من ضمن الحلول هو إن إحنا بنضطر نرفع طاقات الإنتاجية بتاعت بعض الخطوط عندنا، بمعنى إن أنا النهاردة عندي مصنع المركزات كان بيستقبل كميات بشكل معين، نتيجة للتغير اللي حصل ده الكميات ابتدت تقل. الإنتاج تراجع بنسبة قد إيه؟ يعني عندنا بنسبة 20% الاستلامات قلت نتيجة لتغير نوع الثمرة نفسها، فبالتالي ما قدمناش غير إن احنا نبتدي نرفع الطاقات بتاعة الاستلام بتاعتنا بحيث إن احنا نعوض الفرق ده. الجودة عنوان مصنع سيفن سكاي للصناعات الغذائية، وكفاية إن عمرهم ما حصل مرتجع لمنتجاتهم سواء في السوق المحلي أو العالمي. وعلى فكرة مش أي طماطم تنفع للصلصة، دي طماطم من أصناف تصنيع، والأفضل دايما الطماطم الصيفي، يعني حصاد أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس وكمان سبتمبر وأكتوبر، والعروة النيلي بتبقى معقولة، أما عروة الشتاء فبيبقى إنتاجها ضعيف جدا في التصنيع، وخصوصا أشهر نوفمبر وديسمبر ويناير. خلي بال حضراتكم، تصنيع الطماطم مش سهل، ده قصة كبيرة جدا. بداية من استلام المحصول من المزارعين، شرط الجودة واللون الأحمر المميز، وخلوها من متبقيات المبيدات، وغسلها وفرزها وتسخينها بتكنولوجيا معقدة، وتصفيتها وتجميعها في تنكات ضخمة، وبعد كده تبخير المية منها على مرحلتين وبسترتها بالتسخين والثبات الحراري والتبريد المفاجئ، عمليات بالغة التعقيد. بعد كده بيعبوها في
أكياس سيبتريك معقمة وبيحفظوها في براميل ضخمة في شكل مركزات بصلاحية سنتين. وهنا المصنع كل ما بيحتاج كميات من الصلصة بغرض التعبئة سواء للسوق المحلي أو التصدير بيسحب من المخازن ويضيف مية وملح ويعبي، وده سر الخلطة. فرحنا بقى قولنا الخطوط الجديدة اللي انت خدتني جولة وفرجتني عليها دي، قول لي الخطوط دي أهميتها إيه وهتضيف لمصر إيه وأهميتها في الأسواق العالمية إيه؟ أنت بتنافس تركيا وده منافس مش سهل، صح ولا لا؟ وخصوصا في الصلصة وكمان مزبوط. إيران على فكرة مظبوط. احكي لي الخطوط الجديدة. طبعا زي ما حضرتك عارف برضو احنا عندنا متغيرات اقتصادية بتحصل، فبالتالي بقى عندنا منافسين من أسبانيا وإيطاليا، ودول برضو من كبار المنافسين لنا في أوروبا، خرجوا من المنافسة بشكل أو بآخر نظرا لارتفاع التكلفة. فبالتالي كنا احنا لازم نستغل الفرص دي ونبتدي نغير البورتفوليو بالمنتجات بتاعتنا بما يتناسب مع المتغيرات الجديدة، بمعنى ان احنا كان عندنا عبوات مثلا ازاز، وعندنا عبوات صفيح، وعندنا عبوات اللي هي الظرف او الساشت. في الظروف الاقتصادية اللي بتحصل دي تراجع مثلا الطلب على المنتجات اللي هي العبوات الصفيح نظرا لارتفاع التكلفة، وابتدى يزيد حجم الطلب على منتجات الظرف نظرا لسعرها الاقتصادي. فلازم يبقى عندنا رؤية وعندنا سرعة ان احنا نزود الطاقات دي بحيث ان في الاخر تترجم للهدف الرئيسي عندنا هو زيادة الصادرات. ايه الخطوط الجديدة عندك؟ احنا عندنا توسعنا في الخطوط بتاعة الظرف دي، حصل نمو عندنا في اسواق افريقيا، يعني دولة زي دولة المغرب النهاردة كانت المنتج الرئيسي بتاعها منتجات عبوات صفيح، النهاردة بقت تستقبل المنتجات الظرف لاول مرة بكميات كبيرة نظرا لارتفاع التكلفة. ده جزء احنا استثمرنا فيه. الجزء الثاني كان عندنا بعض الخطوط بتشتغل بالتوازي مع خطوط تانية، فصلنا الخطوط دي زي العبوات اللي هي 3 كيلو والكيلو، فصلنا الخطوط بقى كل خط يقدر يشتغل لوحده النهاردة، يفضل طول النهار بيطلع 3 كيلو يشتغل. يفضل طول النهار يطلع كيلو، فبالتالي كميات ما زادت قدرنا ان احنا ندي تسعير كويس، فقدرنا ان احنا نزود الصادرات بتاعتنا. واخيرا زودنا القدرة بتاعة خط المركزات عندنا بحوالي 100 طن يومي، بحيث ان احنا نقدر نستقبل كميات اكتر عشان تعوض الجزئية اللي احنا كنا اتكلمنا فيها قبل كده. مكيفني قوي طباعتك وعبواتك وكراتينك، انت مجرد ما تحط المنتج ده بالورق ده على الرف انت واثق ان المستهلك هيمد ايده ياخد. اضافت لك ايه بقى العبوات دي؟ ليه مهتم قوي كده؟ انا جاي من مدرسة وفلسفة ان العبوة الكرتونة البرطمان هو ده بيقولوا سايلنت ماركتينج مان، صحيح، ده راجل التسويق الصامت بتاعك اللي هو بيدي انطباع اول للمستهلك شكل المنتج بتاعك ايه، فبالتالي التسويق بيبتدي من هنا. والدي برضو علمني قيمة المضافة للمنتج، احنا المواد التعبئة والتغليف بتاعتنا غالية جدا وبنستورد كمان عبوات من برا. اصبر بقى انا عينها لك من الصبح، ده الظرف اللي بيمثل 50% من انتاجك، ورقه بالكامل بيجي من الخارج. ليه يعني؟ في المصانع بتاعت ورق التعبئة والتغليف في مصر لما يكون عندنا مصنع بالضخامة دي وبياخد كميات كبيرة جدا وبيستورد بملايين من مختلف دول العالم وخصوصا من السعودية، محدش عارف يعمل مصنع يطلع الورق ده بالجودة دي، ده بيلف العالم كله. ليه؟ ايه المختلف في الكيس ده؟ والله احنا على مدار 5 سنين حاولنا مع مصانع وشركات كتير، للأسف الصناعة دي صناعة مش بسيطة. الكيس اللي حضرتك ماسكه ده 4 طبقات، دي المواصفة اللي احنا شغالين عليها، فيها ألمونيوم وفيها بولي إيثيلين وفيها بولي بروبيلين. الملامس للغذاء ايه بقى او الملامس للصلصة؟ بولي إيثيلين. بولي إيثيلين ده اهم عنصر فيهم. ده بولي إيثيلين غذائي، غذائي فود جريد. للأسف التلات حاجات اللي انا بقولهم لحضرتك دول ما بيصنعوش في مصر، وقفلته قفلة عنيفة طبعا، مستحيل يسرب، مستحيل ينفذ. ان انت بتعبي النهاردة على درجة حرارة عالية جدا، يعني برا في اوروبا بيحطوا مواد حافظة فبيعبوا على البارد، احنا عندنا اللي تشالنج هنا ان انت بتعبي عن درجة حرارة يمكن معدية 80 درجة، فاللزوجة بتبقى خفيفة بتبقى عاملة زي المية، فلازم القفل يبقى محكم جدا جدا جدا، وإلا الكيس ده هيبتدي يسرب، ولو سرب يبقى المنتج راح. سيد شريف غالي، عندنا النهاردة معرضين مهمين جدا، فود أفريكا بمشاركة 900 شركة وجالف فود بمشاركة العالم كله، ماذا أنت فاعل؟ احنا مخططين إن شاء الله السنة الجاية ان احنا ننزل بمنتج جديد وهو الخضار الجاهز للأكل،
بيسموه ريدي تو ايت، مؤخرا ابتدى يبقى فيه طلب متزايد عليه بشكل كبير. خلاص بدات تنتجه؟ ابتدينا حاليا في وضع التصميمات، عمل الدراسه بتاعته، وان شاء الله على السنه الجديده هيكون جاهز. الارض موجوده، المبنى اتعمل، المكان دلوقتي احنا بندرس هنجيبه منين، الخطوط، وان شاء الله من النص الثاني من السنه الجايه ان شاء الله هيبقى جاهز. ده تدخل بيه امريكا وانت حاطط رجل على رجل. مظبوط. وافريقيا وانت حاطط رجل على رجل. مظبوط. واوروبا كمان. واوروبا كمان. اه. ده مخطط تعبي كم صنف خضار مثلا؟ عندنا منتجات البسله، منتج العدس، الباميه، منتجات الخضار يعني بشكل عام. وتفتح وتاكل على طول. والخرشوف. اه. جاهزة. تفتح وتاكل على طول. سخن يعني في الميكروويف كده. شفت عندك البابريكا حلوه والحاره النار. انت بتخطط لايه؟ انا عندي حلم بقاله 3 سنين، هو ان احنا نعمل منتج البابريكا، نظرا ان احنا عندنا نشاط في دولة المجر، بقالنا 3 سنين هناك. المجر من ايام الحرب العالمية الثانية وهم عندهم مدرسة بعد اسبانيا على مستوى العالم في البابريكا، وبيصدروا لدول كتير. جبنا بذور وعملنا تجربة في محافظة المنيا، وكانت التجربة رائعة، ونفسي النهاردة ان انا استوطن زراعة البابريكا في مصر. للأسف الزراعة دي مش موجودة، والبابريكا ده بس بيطلع ومكسر الدنيا. اه بس ما عندناش بابريكا ماشي في مصر. سوا بيتزرع. عندنا حاجة اسمها فلفل حراق. طبعا كنزي براند نيم عالمي وعزيز علينا جدا جدا جدا، وشايف كمان علامات تجارية متعددة انت بتعبي في كراتينها. عايز اعرف منك حاجه، انت بتعبي للغير ولا دي علاماتك انت اللي بتدخل بيها اسواق العالم؟ لا احنا يعني ممكن حد يصنع عندك؟ من البدايات بتاعتنا كنا بنصنع لشركات وافراد موزعين ومستوردين. احنا عندنا اكتر من 60 براند لمختلف دول العالم بيعبوا هنا في سيفن سكاي. بيعبوا هنا، وكان عندنا شركات. اوعى تنسى كنزي. اوعى تنسى. وكان عندنا بعض الشركات المصريه اللي هي ما كانش المنتج الصلصه عندها هو منتج رئيسي، ابتدوا يعبوا عندنا، واحنا لا منفتحين على التعاون مع اي حد. يعني احدث اسواقك النهارده؟ احدث اسواق النهارده انجلترا. ما شاء الله. ابتدينا المانيا. وده سوق صعب، خلي بالك. دي حقيقه، بس التغيرات اللي انا شرحتها قلت لحضرتك بتخلق قدامنا فرص كمصدرين، ولازم نبقى احنا جاهزين ان احنا نصدر منتجاتنا. غرب افريقيا برضو، والجزء المهم قوي اسيا. احنا لاول مره عايزين نتجه لسنغافوره، ماليزيا، ودي حته احنا مش موجودين على الخريطه اساسا، وان شاء الله سنه 24 نكون موجودين هناك. شريف غالي يستحق النجاح لانه بيمتلك احدث خطوط انتاج الصلصه والمربات ومصنع كامل للمركزات، ونجح في عمل تعديلات في المعدات والمكن اجبرت الدول المصنعه ليها على اعتمادها في معداتها عشان تنتج بشكل افضل واسرع واجود، وده انجاز ما يقدرش عليه اي حد، ولسه كمان هيضاعف الطاقه. برافو بجد.